ومن واشنطن عبر خدمة سكايب السيد باسم أبو سمية الكاتب الصحفي. سيد أبو سمية أهلا بك. يبدو أن أوروبا غير موحدة، غير قادرة على اتخاذ موقف يردع الأتراك ويقلل التوتر في شرق المتوسط. تركيا سائرة في مخططها للتصعيد وتهدد اليونان. إلى ماذا تنتظر واشنطن حتى تتدخل كي لا يقع ربما صدام تدفع ثمنه أو ثمنه المنطقة بأسرها؟ نعم، هذا سؤال مهم الآن، لأنه أنا أعتقد أن هناك سببين وليس سبب واحد لهذا في بين تركيا واليونان. والسبب الأساسي هو انشغال الولايات المتحدة في موضوع مهم جدا وشائك ومعقد، ألا وهو الانتخابات الرئاسية. الولايات المتحدة لأول مرة على ما يبدو أخذت دور المحايد ووقفت تنتظر وأوكلت هذه المهمة، مهمة الوساطة، لألمانيا الدولة الأكبر في الاتحاد الأوروبي. المهم الآن هو الانتخابات الأمريكية، وأي حدث خارج الولايات المتحدة سيترك أثر سلبي جدا على نتيجة الانتخابات، وأنه الرئيس الأمريكي هو الآن يخاف من هذه التأثيرات، وخاصة أنه يعني اكتفى بالإدانة والاستنكار، وهذه صفات لا تعتبر موقف لدولة عظمى هي تتحكم في مفاصل الأمور في العالم، وأن تركيا تعتمد أساسا على هذا الحياد لكي تستفيد من الوقت وتحقق سيطرتها إما سلما أو حربا على المناطق المتنازعة. ولكن هذه مغامرة سيد أبو سمية. إن كانت الأمور سائرة في هذا الاتجاه وتلتزم الولايات المتحدة كما وصفت موقف الحياد، فإنها ربما تخسر ممرات الغاز في هذه المنطقة لصالح جهات أخرى، أو ربما يتدخل طرف ثالث لإشعال فتيل الأزمة، شرارة عسكرية تائهة، وبالتالي يتحول الموضوع إلى صراع يستدعي عنوة الولايات المتحدة للتدخل. يبدو كذلك، أنه ممكن أن تندلع شرارة، ولكن الدوائر الرسمية هنا تستبعد حدوث مثل هذه الحرب بين تركيا واليونان، لأنه تركيا هي حليف أساسي وقوي للولايات المتحدة ولن تترك وحيدة، مثلما هي تركتها تفعل ما تشاء سواء في شمال شرق سوريا وفي ليبيا والآن في اليونان وقبرص، وهي تعتمد على قوتها وعلى الدعم الأمريكي لتركيا. أنا أعتقد أنه سبب أساسي لأنه تركيا موكلة من قبل الولايات المتحدة لكي تسوي بعض المشاكل خارج الولايات المتحدة، بينما تنشغل واشنطن في مسألة مهمة كما قلت وهي الانتخابات، ولا مجال هنا للمراهنات على أي شيء، إنما هي أي الولايات المتحدة ستعتمد على عنصر ضبط، هي قادرة على ضبط تركيا لمنع حدوث أي شرارة حرب في المنطقة. إذن لا علينا أن ننتظر موقف من الولايات المتحدة، التخويل ممنوح من واشنطن إلى أنقرة في أن تتصرف في هذا الملف، وبالتالي هي تضرب عدة عصافير بحجر واحد. هذا صحيح تماما. من الآن حتى نهاية الانتخابات وظهور النتيجة ليس متوقع أن يحدث أي تطور عسكري أو تدخل عسكري عفوا من جانب الولايات المتحدة في أي منطقة في العالم باستثناء منطقة إيران والخليج، إنما هناك جاهزة للرد على أي اعتداءات قد تحدث من إيران. أما بالنسبة لتركيا فهي قد أوكلت تماما من قبل الولايات المتحدة لتفعل ما تشاء في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك من واشنطن وعبر خدمة سكايب السيد باسم أبو سمية الكاتب الصحفي.